ومثل ما وعدناكم رح نتابع سوا عالم الصباح بالانتقال مره من جديد لعند كارمن ضمن زودياك لحتى تكفي تعطيكم كل الاجابات يلي عم تطرحوها من خلال اسئلتكم اتصالاتكم او ايميلاتكم. شكرا غاده، بنتابع اذا اتصالاتكم مباشره على الهواء. بناخذ اتصال. الو الو صبحيه تفضلي، سمعتيني صبحية معنا على الهواء؟ الو منا سمعتني؟ الو طيب خليني لكن في عندي ايميل، في عندي غدير عم تسأل بشكل عام شو اللي ناطرها 12 ديسمبر 1984 بالنسبة لك، شو الأشياء اللي ناطرتك التغييرات حاليا؟ عم تسأل بشكل خاص عن موضوع الزواج. بالنسبة لك غدير، أنا اللي بشوفه حسب اللي أنت عطيتيني إياه، بشوف أنه الأمور لا بأس بها. يمكن مرقتي بفترة كان المفروض يكون فيها تغيير، يمكن ما كان في تغيير. أنا بقول لك الشهرين المقبلين اللي ناطريننا هلا رح بيكونوا حلوين بالنسبة لك. عم بحكي على صعيد شخصي، على صعيد عائلي، ويمكن حتى على صعيد رومانسي عاطفي، بمعنى إنه قبل شهر سبتمبر مفروض يكون في تطور. إجمالا يلي مخطوبة، إجمالا يلي في شخص بحياتها يلي بيكون في علاقة جدية، مفروض يكون فيها تطور كتير مهم. إذا مخطوبة مفروض يكون في زواج، إذا متزوجة يكون في بيبي، إذا متزوجة يكون في انتقال لبيت جديد. يلي منا مخطوبة علاقتها بتتطور. إذا ما بعرف أنت حياتك كيفية بهالوقت الحالي، شو ستاتس لإلها، بس بقول لك إنه في تطور بالشهرين المقبلين، شهر 8 وشهر 9، بشكل مميز جدا جدا، كل 12 سنة بيصير مرة. فبدك ترجع تراسليني بشهر اكتوبر او ديسمبر، او اذا بدك ننطر لاخر السنه اهلا وسهلا باتصالك، او حتى بالايميل فيك ترجعي تبعتي لي، او حتى على تويتر بتقدروا ايضا تتابعوني على تويتر كارمن شمس. باخذ ايميل ثاني من ماري. ماري خلقانه بمصر، بتتابعنا دائما. ماري نقلت وعايشه بامريكا، بعثت لي على الفيسبوك، بعثت لي على الايميل بصراحه، بعثت لي على الايميل حابه تعرف شو اللي ناطره موضوع الزواج الارتباط. مواليد 9 نوفمبر 1975، اعطتني بالنسبه لها كل هالمعلومات، بدها تعرف شو التطورات. اكثر الاشخاص اللي عم بيتصلوا فيني، اللي عم بيبعتوا لي حاليا مثل اليوم، كلهم في عندهم كواكب كثير ناشطه موجوده ببرج العقرب، وفي عندهم ايضا كم كوكب موجود ببرج الاسد. هذا كل كوكب موجود عندكم ببرج الاسد، بغض النظر اذا انتم بتنتموا لمواليد برج الاسد او لا، في تطورات حلوه جيده جدا ناطرتكم. شو هو الكوكب؟ حسب شو هو الكوكب بيكون التطور. بالنسبه لك يا ماري، الكوكب الموجود بأول درجات برج الأسد هو زحل، اللي هو كوكب الاستقرار، وبالتالي احتمال أنه يكون في فترة للاستقرار مقبل عليها بظرف أسبوعين أو ثلاثة تتوضح عندك الأمور بما يخص موضوع الاستقرار. هلأ الشخص العادي الاستقرار بالنسبة له يمكن يكون كونترا، يمكن يكون بعده بمرحلة تجريبية وفجأة بيتثبت بيعطوه خبر، أو شخص ناطر مسألة عالقة كتير مهمة بالنسبة له تشكل أرضية وفاونديشن كتير مهمة بحياته المهنية أو العاطفية أو حتى الدراسية، يمكن ناطرين جواب من جامعة مثلا. زحل يشكل كل ما هو استقرار بالنسبة لكم. بالنسبة لك تحديدا ماري، وسؤالك اللي كان تحديدا عن موضوع الزواج، بقول لك انه مفروض بهالثلاث اجماع، يعني ثلاث اسابيع اربع اسابيع، يكون في عندك جواب ايجابي جيد. اي مساله عالقه بالنسبه لك انا بعتبر انه هيدي المساله مفروض تتوضح جدا. هذا كان اذا ماري. في عندي اتصال؟ الو عندي ما في اتصال؟ طيب رح اخذ انا عندي ايميل بعد، نحط ايميل قبل ما نتابع. في عندي رواد مواليد 12/6/1980 الساعة 10:45 صباحا، 10:45 صباحا، خلينا نحط صباحا لرواد. اوكي
بده يعرف رواد ان شاء الله اليوم تكون عم بتابعني، خليني نظبطها، بده يعرف موضوع الشغل. اوكي، سؤاله كثير محدد كثير مهم، خليني اشوف موضوع الشغل بالنسبه لرواد. اوكي رواد، اذا موضوع الشغل بالنسبه له مولود برج الجوزاء، اذا ناطر جواب، ما بعرف اذا اليوم ناطر جواب، مفروض يكون في كمان مسائل عم تتحرك. انا بشوف النقل النوعي الكبير الكبير المهمه يلي عندك بحياتك بتشكل انتقال من مرحله لاخرى، انا بشوفها السنه المقبله مش هيدي السنه، سنه 2015 2016 هي المرحله يلي بتغير حياتك، يلي بتجيب لك فرحه، يلي بتجيب لك انتصار، يلي بتجيب لك انجاز. السبب هو عندك هالكواكب الحلوه الموجوده ببرج الجوزاء، هيدي عفوا ببرج العذراء، هيدي هي اللي بتشكل انطلاقه لشيء افضل، الى مرحله افضل فيها نجاح، فيها انجاز، فيها تقدم، وايضا فيها يمكن حتى ما بعرف اذا حابب تشتري شيء، عقار، حابب يمكن تستقر بمكان اخر، حابب حتى تسافر، تغير حياتك كليا. انا بعتبر انه هيدي مرحله كثير مهمه، ما هلا بعد سنه. رح ناخذ ايميل بعد ناطر. ايمان، خلينا نحط ايمان، خلينا نحط ايمان. اوكي ايمان مواليد 15 اذار 1984، ما عندي ساعة ولادي. دايما اذا بتحبوا يكون الجواب دقيق بدي دقة بساعة الولادة، بيكون افضل بالنسبة لي اقدر اعطيكم ايجابي. ايمان عم تسأل عن موضوع العاطفة فقط لغير هذا سؤالها، ما في ساعة ولادة. خلينا نشوف ايمان اذا بسرعة شو قصتها. ايمان موضوع العاطفة بالنسبة لإيمان كمان من الأشخاص يلي رح تروح التطورات الحلوة اللي ناطرتك للسنة اللي بعدها، يعني مش هيدي السنة، سنة 2015 هي السنة المميزة بالنسبة لإلك عاطفيا. التغيير بالبيت ببيتك بحياتك الشخصية رح بيتم تقريبا بربيع 2015، ربيع يعني هو فصل الربيع اللي هو شهر 3-4 وأيضا شهر 5، هذا اللي معقول يحمل لك التطورات، وكل ما قربنا على شهر 5 كل ما صارت الأمور أفضل وأقوى. هلأ بانتظار أنه يمرق أو تمرق هالغيمة بخريف 2014 بدك تطولي بالك، تنتبهي لصحتك، تبعدي عن المشاكل الانفعالات، يمكن تحسي حالك شوي ضعيفة، ما عندي كل هالقوة والحيوية، حاولي تهتمي بحالك صحيا، تمارسي شوية رياضة مثلا حتى كل الأمور تكون ماشية مثل ما لازم، و منقطع منخلي تمرق سنة 2014 بسلام، وشوفي انه 2015 رح بتكون كتير حلوة لإلك ايمان. هذا كان اذا اليوم زودياك، اذا الله راد برجع انا بلاقيكم نهار الخميس، اما هلا فعودة لإلك غادة. مرسي لك كارمن، نحن كمان عم نتابع بكل جولات عالم الصباح خلال شهر رمضان المبارك مع كل فريق العمل يلي عم بيزور عدد من الجمعيات او حتى البيوت. رح ننتقل لحتى نشوف زياره لما وجون الى دار الايتام الاسلاميه. رمضان كريم وعليكم يا رب، اهلا وسهلا، ان شاء الله بنعد عليكم وعليكم يا رب، اهلا يا وسهلا رب. نوريت، اهلا وسهلا فيك. يوصل الافطار من ديار بيروت اللي مقدمين لنا افطار اليوم، رح نقعد سوا وندردش سوا انا وياك ابو جون، هيك نخبر بعضنا خبريات، العلاقه برمضان، العلاقه بحياتكم اليوميه، اللي بدكم، اوكي؟ والحش انصلغ انصلغ وتتوصل لبعيد، علوا البايرة علوا
انبسطنا اليوم و يعني الافطار كان بفتكر نحن فرحتنا فيكم اكثر ما انتم فرحتكم فينا. بتامل انه تكونوا انبسطتوا انه نحن جينا قعدنا معكم. نحن كثير انبسطنا حبيبتي انت. وسوري انت مع مين عم بتحمس بالفوتبول؟ انا المانيا. هيدا المخ الالماني. سوري جون. كل الشباب اصلا اللي كانوا قاعدين معي صاروا مع المانيا. واللي مع برازيل صار مع المانيا. صحيح. انا مع البرازيل. انت مع البرازيل؟ انا يا المانيا. والمانيا هي مع البرازيل. حلو عنك. كثير كثير انبسطنا انه افطرنا معكم حبيبتي. هذا اليوم انبسطنا فيكم. وعي اهالينا. وطبعا في كتير أشخاص مدولنا يد المساعدة لحتى نكون موجودين مع كل هالأطفال وحتى غيرهم بالبيوت مثل ما ذكرت بمستشفيات بجمعيات وغيرها. خلينا نشوفها. شهر رمضان بعالم الصباح كريم بالقول وبالفعل. مطعم ديار بيروت بيأمن إفطارات عديدة بيوزع برنامجنا على جمعيات خيرية بتعتني بالكبار والصغار. ومشموشة إخوان الرائد بعالم الأدوات المنزلية بيقدم جوائز قيمة لعائلات رح يزورها عالم الصباح خلال هالشهر الكريم. كمان مطعم بوملحم بيفرح قلوب كتيرة بجلسة إفطار مميزة حضر برنامجنا بمطعمه. أما مؤسسة عزة الدعوق بتقدم مجموعة هدايا بيوزعها عالم الصباح على جمعيات خيرية كتيرة. وتيحلى رمضان أكتر حلويات قصر حلو الحلاب بتكمل إفطارات العائلات يلي رح نزورها ببيوتها. رمضان عالم الصباح كريم وأنتو أكيد بتستاهلوا. من بعد ما توقف مع هالبريك مرة من جديد رح نرجع نتابع وبتكون نقلتنا عند شيف شادي مع ورشة ملح. وبما انه كارمن انضمت لنا فطبعا صار وقت انه تتلقى اتصالاتكم مباشره على الهواء ضمن فقرتنا التاليه مع زودياك. صباحكم بألف خير. صباح الخير غادة. اتصالاتكم طبعا مباشرة على الهواء. الأرقام بين قدامكم على الشاشة. اللي بحب يتواصل معي في يتواصل معي على الفيسبوك عالم صباح فيسبوك لألي. في يتواصل معي على تويتر عالم صباح تويتر كمان يلي لألي. طبعا ما تنسوا انه على الابليكيشن الفيوتشر تي في بتقدروا تتابعوا الأبراج كمان إذا ما قدرتوا تحضرتوها صباحا لايف. وبتقدروا أيضا تحضروا زودياك في حال كنتوا بعتين لإيميلز وما قدرتوا سمعتوهم على الهواء. رح ابدا باول اتصال. الو الو تفضل. الو تفضل شربل. صباح الخير. الو الو تفضل. صباح الخير مدام كارمن. لا راح صوته لشربل سمعته كثير بعيد. الو صباح الخير مدام كارمن. تفضل شربل. صباح الخير. بعتذر منك. تفضل سمعتك سمعتك كارمن. تفضل. بدي اعزبك مدام كارمن. انا خلقان بثلاثة تموز الستة وسبعين. ثلاثة تموز ستة وسبعين شربل. نعم. اي ساعة شربل؟ مدام كارمن ثلاثة ونص او اربعة. حدا في اي ساعة خلقان شربل لحط على الهواء؟ الو ايه ثلاثة ونص اربعة. شو او اربعة الا ربع بعد الظهر. اوكي شو السؤال؟ اوكي بحب اعرف مدام كارمن. اسمعني يا مول معروف لك تقدر تتابعني. اسمعني شربل لمول معروف لحتى اقول لك. شربل في طبعا مولود برج السرطان عندي كوكبين برج السرطان. الاحلى من هيك في عندي سحل موجود ببرج الاسد. هذا الشيء يلي رح يحمل لك يا شربل. إذا ناطر جواب، إذا مقدم على شيء، ما عرفت شو بدك، يمكن عم تسأل عن موضوع مهني أو على أي تطور ممكن بالوقت الحالي، بقول لك حضر حالك، التطور اللي ناطره منه بعيد أبداً بالعكس تماماً، عندك مفاجأة كثير كبيرة، في تطور كثير حلو ومناسب جداً لإلك بآخر هيدا الشهر، يعني بعد حوالي الأسبوع مفروض يكون في نقلة نوعية، إذا ناطر جواب، إذا في تغيير، حضر حالك هيدا مفروض يتم. كان مفروض من سنة تقريباً
عند شربل كان مفروض يكون في كمان تغيير، كان مفروض يكون في نقلة نوعية، كان مفروض يكون في تطور وانتقال من مطرح إلى آخر، من مكان إلى آخر. ما بعرف إذا أخذتها ولا لا، بس بعد في أمور كتير حلوة منتظارك. آخر هيدا الشهر مصيري، أنا بعتبره فلكيا مصيري، وفي احتمال أنه تتغربل الأمور وتنتقل الأمور إلى الأفضل. وبديك ترجع تتصل فيني إذا بدك بآخر شهر أو بنص شهر آب وتقلي شو اللي جد معك. ناخد جوني، تفضل. ألو بونجور. ألو. ألو. تفضل جوني. بونجور. يا أهلا. كيفك مدام؟ الحمد لله. بس بسأل عن مهنيا. عن شو؟ مهنيا. تاريخ؟ 22 11 11 95. 95؟ وي. ايه اي ساعة جوني؟ الساعة 4 وجه الضوء. 4 وجه الضوء؟ نعم. مهنيا؟ مهنيا وعاطفيا، وبشوف اذا في تغيير اختصاص. شو عم تدرس؟ هوسبيتاليتي ساينس. هوسبيتاليتي؟ ساينس. فندقية. اوكي 22 11؟ يس. طيب انت ليش حابب تغير؟ ايه. على شو حابب تروح؟ فاشن. على؟ فاشن. فاشن؟ ايه. اوكي. طيب اوكي، تابعني اعمل معروف جوني لقلك. هلا حلو كيف ثاقبت، حلو تنقل على الفاشن، لانه انت بطبعك انت طالعك هو الميزان، طالع الميزان بيعطي الفن، بيعطي الجمال، بيعطي كل شيء له علاقه بالكماليات، كل شيء له علاقه بالجمال. الفاشن، دراسه الفاشن ديزاين كمان بالنسبه لك حلوه، اركيتكتشر حلوه، انتيرير ديزاين كمان حلو بنسبك يعني. كل هالامور هاي بالنسبه للرسم، البينتينج، ديزاين قلت لك مثل الانتيرير ديزاين كمان حلو، البيجو كمان بالنسبه لك، الجولري، تصميم، كل هالاشياء بالنسبه لك حلوه. هلا انت خلقان بال 95 22 نوفمبر، هيدا مفروض بالكتب يعطي ساجيتير، بس انت بعدك اخر درجات برج العقرب. بس بدي اقول لك بهيدي السنه الدراسيه اللي انت رح تبداها تنقول باخر سبتمبر او بنص سبتمبر او باول اكتوبر 2014، عندك سنه بكاملها منا سهله، منا سهله. فمن المستحسن اذا بدك رايي تنقول حسب انك نقلت على غير مجال، بقول لك انه في احتمال انه تلاقي النقله صعبه. اذا بدك تكون مبسوط ومرتاح خليك بجو مألوف، يعني انت بتعرفه، بتعرف انه ما في تغييرات كبيره، بتعرف انه ما في مجازفه، لانه النقله انا بصراحه شايفتها كثير صعبه هيدي السنه. وما بقى يعني انا لو كنت انا ما بنقل، انا ببقى بمطرح بعرفه، بخلص منه، بعدين في صفحه جديده بانتظارك. اذا السنه الدراسيه اللي غيرها اللي مقبله، يعني هلا نحن سنه دراسيه 2014 2015، انا محلك بغير وبنقل وبغير مسار حياتي بال 2015 2016. هيدا هو رايي انا طبعا الفلكي. فريده تفضلي. الو. يا اهلا. صباح الخير معي. يا اهلا وسهلا. تاريخ؟ انا من مواليد 29 نوفمبر 81 الرابع صباحا و20 دقيقه. وين؟ 20 دقيقة. 29 نوفمبر 81. بأي بلد؟ صباحا 20 دقيقة. أي بلد؟ عن الارتباط بالساعة وبين الساعة يا كارمن، الله يخليك، لأن الساعة ما متأكدة منها. شكرا لاتصالك، تابعيني اعملي معروف عن الراديو. بالنسبة لك أنت طبعا من مواليد برج القوس، عم تسأليني عن موضوع الارتباط، أنا بالنسبة لك هلا بلاقي إنه موضوع الارتباط اي حدث مهم بحياتك هلا ماني شايفته عم يتطور بشكل ايجابي. اذا حتى بقول لك بضيف لهالشيء، اذا انت على علاقه مع حدا بقول لك كثير اهتمي بهالعلاقه، لانه مقبله بخلال تقريبا 12 شهر في عندي تقلبات كثير كبيره، في احتمال يصير في خربطه، في تقلبات منا ايجابيه، وبالتالي إذا في علاقة حافظ عليها بشكل كتير كبير لفترة تقريبا حوالي 11 شهر 12 شهر، وإلا إذا ما في علاقة بدنا ننطر سنة بكاملة. رح نتوقف هلا لحظات، نرجع نتابع تحت الهواء، وهلا بننتقل لعندك غادة. مرسي لك كارمن. لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا بامريكا، رح نحن وياكم ناخذ لحظات اعلانيه كثير قصيره، مثل ما قالت كارمن من بعدها رح نرجع نتابع نحن وياكم فقراتنا وضيوفنا لليوم.
بما يختص بكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا بلبنان، حلقتنا وصلت الى ختامها لليوم. حان وقت انه نودعكم ونعطيكم موعد بكره الساعه 10 بتوقيت بيروت. You painted black upon the white lies. You've seen them fall.